أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك علة واضحة في تحريم الشرب من آنية الذهب والفضة حتى يقاس عليها سائر وجوه الانتفاع؟ إذا عللت بأن المراد بالفخر والخيلة أو كسر قلوب الفقراء أو تضييق السكة الثمنية، فإنها يشاركها، كل ما شاركها في ذلك يدخل في التحريم. فلا شك أن الأواني والقدور والأشياء هذه إن فيها خيلاء وفيها إسراف وفيها كبرياء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نص الحديث: ولا تأكلوا في صحافهما، في صحافهما، حرم الصحاف أيضا. نعم.